الوثيقة خلقت حالة من الحراك العالمي نحو طريق الأخوة الإنسانية، سوف تنتج آثارها يوما بعد يوم. لدينا الآن مشروع ملهم خرج من هنا في ظل تعهد هذه الدولة وإيمانها بالأخوة الإنسانية، أعلنت عن جائزة زايد للأخوة الإنسانية. هذه جائزة عالمية تقارن بالجوائز الكبرى حول العالم مثل نوبل وغيرها من الجوائز، تمنح لأي شخص أو مؤسسة أو دولة تقدم عمل حقيقي من أجل تعزيز التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية. هذه الجائزة قيمتها $1,000,000 سنويا، ويتم ويعني تجد اهتمام كبير جدا من الدولة بأمرين: باستقلالية هذه الجائزة، أن تبقى مستقلة غير موجهة غير حكومية. الأمر الثاني أن دعم هذه الجائزة حتى تقدم للمجتمعات حول العالم نماذج، سواء من القادة أو من الشعوب، قدمت عمل ملهم للأخوة والتعايش بين الناس. أيضا هناك مشروع مهم جدا، مشروع بيت العائلة الإبراهيمية، يقام هنا في أبوظبي، في عبارة عن 3 دور عبادة مستقلين، كل منهم مستقل عن الآخر، ليس هناك وحدة بين هذه الدور الثلاث، ليس هناك أي شيء سوى رسالة واحدة، أننا هذه الأديان يمكن أن تعيش معا وتتشارك معا في الخير وفي المحبة وفي السلام. وهذا الطريق الذي يؤدي إلى 3 دور عبادة هو طريق واحد نسير فيه جميعا مهما اختلفنا، ثم يذهب في النهاية عندما تريد العبادة والصلاة تذهب إلى دار العبادة الخاصة بك وتصلي في خصوصية وتمارس الشعائر الدينية. أيضا لدينا العديد من المشاريع على مستوى الشباب نعمل عليها. أنا أستطيع أن أقول أن الوثيقة ومشروع الأخوة الإنسانية الذي انطلق من هنا قدم شيئا للبشرية، وسيستمر في تقديم هذه النماذج وهذه المبادرات حتى تكون حالة عالمية إن شاء الله.